القنابل الغازية والأعيرة النارية انتهت مسيرة شعبية بعنوان بدنا أولادنا من مفرق مرة إلى قبة راحيل شمال بيت لحم للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى سلطات الاحتلال. رسالتنا طبعا الوحيدة والأولى والأخيرة هي بدنا أولادنا لأجل إن شاء الله أن ندفنهم في كرامة في هذا الوطن المعطاء. والمشاركة طبعا ممتازة يعني لأنه الناس عمالوا هيعملوا المواجهات يعني احنا عمالنا عايشين تحت ظل الاحتلال والمناصرة كويسة بالنسبة للناس كلها يعني عمالوا موجودين بإذن الله عز وجل. 9 شهداء محتجزين خلال انتفاضة القدس كان آخرهم الشهيد حسين أبو غوش الذي استشهد قرب رام الله أمس. ويماطل الاحتلال بتسليم الشهداء ويضع القيود والشروط على مراسم الدفن كتحديد عدد المشيعين وتحديد ساعات التشييع في ساعات متأخرة من الليل. هذه المسيرة أتت ضمن الوقفات وضمن البرنامج الذي مستمرين فيه تحت شعار الذي تم رفعه فيه من بداية هذه الوقفات وهو بدنا أولادنا تحت راية العلم الفلسطيني، بدنا أولادنا ندفنهم بعزة وكرامة وشموخ في هذه الأرض المباركة. توجهت المسيرة السلمية إلى قبة رحيل ولكن تم مقابلتها بالغاز والإطلاق المطاطي. مع ازدياد أعداد الشهداء المحتجزين لدى الاحتلال إلا أنه يصر على ممارسة سياسة العقاب الجماعي بحق ذويهم. لفضائية الحقيقة الدولية وعد الكار بيت لحم فلسطين المحتلة.